ودلوقتي مشاهدينا خلينا نروح لزميلنا احمد الحسيني، بنتابع معاه تجهيز قافله مساعدات بتستعد للسفر لمدينه رفح، شايله او بتحمل الاف الاطنان من المساعدات الاغاثيه والطبيه لنقلها لقطاع غزه عبر الهلال الاحمر المصري. احمد الحسيني صباح الخير عليك، انت موجود فين دلوقتي؟ صباح الخير يا منى، صباح الخير شاذلي، صباح الخير مشاهدي، صباح الخير يا مصر. بالفعل انا موجود دلوقتي في طريق القاهره الاسماعيليه الصحراوي. احنا النهارده منذ ساعات الصباح الاولى بنشهد اصطفاف مئات الشاحنات اللي بتستعد للانطلاق النهارده الى معبر رفح البري، طبعا استعدادها لتسليمها للهلال الاحمر الفلسطيني ومن ثم ادخالها لاهالينا من سكان قطاع غزه اللي بيتواصل النهارده العدوان الاسرائيلي عليهم لاكثر من 130 يوم طبعا منذ 7 أكتوبر الماضي. النهارده طبعا بيضم القافله بتضم عدد من اعضاء التحالف الوطني من المتطوعين واللي طبعا كونوا مجموعه كبيره جدا من المساعدات والقوافل، سواء القوافل الغذائيه او المساعدات الغذائيه او الطبيه او المساعدات الاغاثيه. احنا بنتكلم طبعا عن عدد كبير جدا من المتطوعين اللي بيشاركوا في هذه القوافل اللي بتنطلق النهارده، وطبعا دي مش القافله، يعني في العشرات من القوافل التي انطلقت الايام الماضيه، وطبعا تنطلق برضو القوافل على مدار هذه الأيام لمساعدة أهلنا في قطاع غزة. وإذا اتكلمنا كمان يا منى عن إجمالي العدد اللي تم تسليمه للهلال الأحمر الفلسطيني، طبعا طبقا لإحصائيات الهلال الأحمر المصري، طبعا احنا بنتكلم عن أن الهلال الأحمر المصري سلم للهلال الأحمر الفلسطيني حوالي 9000 شاحنة. 9000 شاحنة دي فيها أكثر من 134,000 طن من المساعدات المتنوعة، سواء الغذائية أو الطبية أو الغذائية. وإذا حبينا كمان نلقي الضوء على تفاصيل هذه المساعدات، هنتكلم عن 6000 شاحنة بتضم 88,000 طن من المواد الغذائية، ونحو 1200 شاحنة بتحمل 20,000 طن من الإمدادات الطبية، وطبعا 2000 شاحنة بتحمل 26,000 طن من المواد الإغاثية. طبعا كل ده لأهالينا في قطاع غزة اللي يعني بيعيشوا هذه الأيام ظروف لا تحتمل، ظروف لا تطاق، وسط القصف الإسرائيلي المتواصل أو الاجتياح طبعا، سواء في أرجاء متنوعة في وسط أو شمال قطاع غزة. طبعا هم دلوقتي بنتكلم عن حوالي 1.5 مليون مواطن فلسطيني متجمعين جنوبا في قطاع غزة عند رفح الفلسطينية، اللي أيضا بتشهد للأسف عمليات قصف من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلي. طبعا بندعي لهم بالثبات بإذن الله، ربنا يعينهم. وإحنا هنا يعني مصر حكومة وشعب ومنظمات مجتمع مدني يعني بتحاول هم تقوم وتقدم كل ما في وسعها لإغاثة أهالينا في قطاع غزة، سكان سواء من أطفال أو نساء أو من شيوخ وشباب، لمساعدتهم في مواجهة هذا العدوان الغاشم اللي بندعي ربنا اللي هو يتوقف خلال الأيام القريبة بإذن الله. إليك منا وشاذلي. أحمد الحسيني شكرا جزيلا ليك. أحمد الحسيني متابعنا اصطفاف القوافل المساعدات الإنسانية من طريق مصر الإسماعيلية المتحركة أو المتجهة إلى الجانب الفلسطيني. كل الشكر ليك، أهلا وسهلا.